السلام عليكم مشاهدينا، حياكم الله في بانوراما. حلقة هذا اليوم راح نتحدث بها عن قضاء يعتبر من أكبر أقضية العراق مساحة. هذا القضاء يقع في أقصى الغرب، في غربي العراق، اللي هو قضاء الرطبة. احنا كنا نعرف هذا القضاء وأهميته، يضم منافذ حدودية، يضم أيضا يعني معادن، ثروات هائلة من المعادن، بي يعني خامات الحديد والألمنيوم والزجاج والزيرقون ومواد أولية خاصة، طبعا مختلف الصناعات تدخل هذه المواد. أيضا في مساحة كبيرة من الصحراء الغربية للعراق، يعني فد مساحة كلش كبيرة. وإحنا كنا نعرف تفاصيل هذا القضاء اللي يمكن يأخذ أكثر من خلينا نقول ربع أو نص تقريبا محافظة الأنبار، ويعتبر مثل ما ذكرنا هو أكبر الأقضية. لكن وللأسف يعيش في هذا القضاء نحو 65 ألف نسمة من المواطنين العراقيين متعددين بالعشائر اللي موجودة هناك. للأسف هذه 65 ألف بعد ما أن دخل تنظيم داعش الإرهابي إلى هذه المدينة عام 2014 واحتلها، وبعد ما تم تحرير هذه المدينة، للأسف سكان هذه أو سكان هذا القضاء يعانون من مشاكل خدمية فظيعة، يعني أكثر من واحد يتصورها، خاصة الكهرباء وملف المياه. موضوع الكهرباء هناك مشكلة أساسية، وكأنه العراق مو بس في المناطق الوسطى والجنوبية وغيرها، حتى في أطراف العراق أيضا عندنا مشاكل بالكهرباء. يعني صحراء إيش كبرها وإيش قدها، ما قدرنا نستثمر هذه الصحراء حتى نولد طاقة كهربائية إذا ما عندنا أنهر وما عندنا مياه حتى ممكن نقدر نسويها، أو ما نقدر نأسس أو نبني محطات كهربائية غازية موجودة في مثل هذه المناطق. كل هذه الأمور ربما صارت صعبة على المعنيين بالدولة العراقية اللي خلوا أهالي هذه المناطق يعتمدون على المولدات الأهلية حتى يسدون حاجتهم من التيار الكهربائي. ومو بس هذا، حتى عندهم مشاكل مع المولدات الأهلية بعض الأهالي، يعني وفق ساعات التشغيل وما شابه ذلك. نجي إلى ملف المياه أيضا، حتى الناس تتصورون في عام 2023، ما أعرف إذا هذه المعلومة حقيقية 100%، لحد الآن أكو بيهم يتمدون على مياه الآبار، يحفرون آبار حتى يطلعون المي ويمشون أمورهم به، لأنه عندهم شحة بالمياه. طيب ليش هذه المدينة بهذه المنطقة تعتبر منطقة منكوبة؟ لا مياه، لا كهرباء، لا خدمات، وللأسف. أما الوضع الأمني الحمد لله والشكر يعني جيد نسبيا، وهذا ما يدعي إلى أنه نتساءل ليش الخدمات ما موجودة وما متوفرة بهذه المدينة، على الرغم من أن الوضع الأمني جيد نسبيا. قضاء الرطبة أيضا يضم العدد تقريبا 10 نواحي في داخل هذا القضاء، ويضم أيضا أكثر من 5 معسكرات تابعة للجيش أو القوات الأمنية. قضاء متكامل الحمد لله والشكر، بمنافذ حدودية مثل ما ذكرنا، منفذ طريبيل اللي يضم معها المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا الطريق السريع المعروف عندنا بغرب العراق. كل هذه ولكن للأسف المواطنين يشكون من بعض الخدمات. اليوم أكو عجلة إعمار صارت بهذه المدينة، وفي نفس الوقت لكن على الرغم من أن هذه العجلة ممكن شوية تكون بطيئة، ولكن أكو إعمار. نتكلم على الوضع الخدمي، يعني كطرق، كبنية تحتية، أما خدمات الأخرى الأساسية الكهرباء والمي بها المشاكل. اليوم حاولنا أنه يكون معنا السيد، أو فعلا انضم معنا عبر السكايب من هناك من قضاء الرطبة، قائم مقام قضاء الرطبة السيد عماد الريشاوي. أهلا بك سيد عماد ويانا في بانوراما، حييك وأشكرك أنه أنت كنت ويانا في هذه الحلقة حتى نسلط الضوء على المشاكل. أولى هذه المشاكل سيد عماد، ملف الكهرباء، لو الملف الأمني، لو ملف المياه، لو الطرق، لو منين نريد نبدي؟ حياك الله، تفضل. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الكرام وبقناتك الكريمة. بصراحة مقدمتك أوفت وأوجز كثير من المعاناة في هذا القضاء، لكن أحب أن أصحح بعض المعلومات. بالنسبة للنواحي، قضاء الرطبة يتبع ناحيتان، هي ناحية الوليد في أقصى الغرب وناحية النخيب في الشرق، نعم. وأيضا المنطقة كما ذكرت الوليد وعرعر وطريبيل الحدودي. للأسف بسبب الموقع الجغرافي لقضاء الرطبة
اللي هو جزء من المعاناة، اللي يبعد بحدود 300 كيلومتر عن مصادر الطاقة والمياه. تسمعني؟ نعم، واضح صوتك استاذ عماد، تفضل. تمام. يبعد بحدود 300 كيلومتر عن مصادر الطاقة والمياه وعن مركز المحافظة، وهذا أدى إلى حدوث معاناة في جوانب مختلفة، حيث أنه آخر منطقة في أقصى الغرب يصل إليها التيار الكهربائي. من أصل 750 برج للكهرباء تم تدمير 550 برج ما بين القائم، مدينة القائم والرطبة، اللي هي أيضا تبعد بحدود 300 كيلومتر. للأسف الكل يعلم معاناة العراقيين مع وزارة الكهرباء وتقصيرها الواضح في عديد من الجوانب، وتقصيرها في موضوع الكهرباء بالنسبة لقضاء الرطبة واضح، حيث أننا تحركنا منذ عام 2016 بعد التحرير مباشرة على وزارة الكهرباء، وتم التواصل معهم، وحصل هناك عقد ما بين وزارة الكهرباء وأحدى الشركات العالمية لتجهيز محطة كهرباء خاصة بمدينة الرطبة تكون بصورة مؤقتة وبديلة للتيار الكهربائي. لكن عندما وصل الموضوع إلى فتح الاعتماد لهذه الشركة، للأسف نكلت بالعقد وزارة الكهرباء وسبب ضرر كبير لأهالي مدينة الرطبة. الآن نحن نتأمل خط الربط العراقي الأردني اللي وصل بمراحل متقدمة، نأمل أن يكون هذا العام هو نهاية لهذه المعاناة الكبيرة لأهالي مدينة الرطبة للتيار الكهربائي، حيث أن القضاء يعاني منذ 9 سنوات بدون تيار وطني، ويعتمد حاليا على محطة ديزلات تابعة لوزارة الكهرباء للأسف لا تفي بالغرض المطلوب. هي تنتج بحدود 40 إلى 50% من الحاجة الفعلية للقضاء بسبب الأعطال الكثيرة وأعمال الصيانة. تحركنا أيضا في موضوع الطاقة الشمسية مع مختلف الجهات، وآخرها كان لقاء لنا مع رئيس المبادرة الوطنية، ونبهنا كثيرا الى انه يفترض ان تكون اول محطه للطاقه الشمسيه هي في قضاء الرطبه لتوفر المساحات الشاسعه ولانقطاع هذا القضاء تماما عن الشبكه الوطنيه. لكن للاسف لا يخفى على الجميع معاناه العراقيين مع وزاره الكهرباء والجهات المعنيه والروتين والقضايا الاخرى اللي اثرت سلبا على الناس. موضوع الماء ايضا مرتبط بالكهرباء. لا يوجد نهر في قضاء الرطبة كما يعلم الجميع. تعتمد المدينة تماما على الآبار وحفر الآبار. هناك مجمع في منطقة الضبعة غرب الرطبة يجهز المدينة بالمياه بالإضافة إلى آبار المواطنين اللي تم حفرها بمختلف الطرق، منها جهات حكومية ومنها القطاع الخاص. أما المشروع المغذي الرئيسي لمدينة الرطبة فلا زال العمل جاري في جزء في مراحل منه، اللي هو يصل الماء من مدينة الرمادي إلى مدينة الرطبة بخمس محطات رئيسية، كل محطة تبعد عن الأخرى بحدود 80 إلى 90 كيلومتر، وهذا بتعقيدات. نأمل أن المرحلة الأخيرة من هذا المشروع يحال هذا العام على حساب محطة الأنبار ضمن مشروع تأهيل ضخم. نعم. إن شاء الله ينهي المعاناة الحقيقية لموضوع الماء. إن شاء الله، أحسنت، يعني أوجزت كلها. موضوع الكهرباء يعني أنت أشرت أكو مشاكل، شنو هي أهم المشاكل اللي واجهتكم أنتم بالقضاء حتى توصلون رسالة مع وزارة الكهرباء؟ للأسف الروتين والتعاملات المعقدة لوزارة الكهرباء وعدم الجدية في الإيفاء بالتزاماتهم على مختلف العراق وخاصة الرطبة أدى إلى وصول المدينة إلى هذه المرحلة. لا يعقل أن المدينة منذ 9 أعوام لا زالت تعاني بدون تيار الكهربائي. هناك إمكانيات ضخمة لوزارة الكهرباء، هناك مبالغ طائلة صرفت على الكهرباء، بالإمكان أن يجهز القضاء بمحطة ديزلات أو محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدينة المعزولة في أقصى غرب العراق في وسط الصحراء. كل المجالات الأخرى اللي ضمن اختصاصنا واختصاص محافظة الأنبار الحمد لله وصلنا بها إلى مراحل متقدمة في مجال الطرق والخدمات الأخرى والمدارس والبناء الأبنية، إعادة بناء
المباني الحكومية أغلبها تقريبا مدارس عدة بمستوى جيد جدا، البطاقة الوطنية، البلدية، مراكز الشرطة، كل ما يتعلق بالمشاريع اللي ضمن سلطة محطة الأنبار لا يوجد لدينا مشكلة فيها. للأسف مشاكلنا مع الدوائر المرتبطة بالحكومة المركزية واللي منها قطاع الكهرباء. طيب لعد وين الكلام اللي كانت تروج الجهات الحكومية في مسألة اللامركزية، أنه خلص إحنا اليوم عندنا وزارات تم إقرار موضوع اللامركزية، حتى حكومة المحافظة وحكومة الأقضية أو إدارات الأقضية هي اللي راح تتبنى الموضوع، ليش إحنا بعدنا بالمركزية لحد الآن؟ نعم، الكهرباء مرتبطة بالحكومة المركزية، الكهرباء لا سلطة للمحافظة عليها، المحافظة عليها بالشبكات الداخلية، وهذه عاملين على تأهيلها والحمد لله وصلنا إلى مراحل جيدة جدا بالنسبة للشبكة الداخلية، لكن موضوع الإنتاج خاصة الإنتاج الطاقة الكهربائية هذا مرتبط بوزارة الكهرباء. حتى على مستوى الاستثمار عندما تعطي صلاحية 29 ميجا للمحافظات أيضا تدخلها في روتين معقد وإجراءات معقدة، ليس من السهولة إنجاز هذه المعاملة، فالوزارة مسيطرة على هذا الملف سيطرة تامة وهي تتحمل المسؤولية في هذا المجال. طيب موضوع يعني اقتراحكم أو قدمت أنت شخصيا يمكن موضوع الطاقة الشمسية، وين وصل هذا المشروع؟ بشنو اصطدم؟ وشنو هي أساليب النجاح إذا ما تحقق؟ يعني خلينا نعرفها. بصراحة منذ أعوام والمخاطبات مستمرة، وعود من وزارة الكهرباء من جهات أخرى، آخرها أن هناك مشروع على القرض الياباني لمحطة كهرباء طاقة شمسية ب 30 ميجا، هناك أيضا مشروع استثماري نعمل عليه، هناك مشروع استثماري آخر محطة حرارية، كلها وعود وكلها لا زالت على الورق، نأمل أن تكون تحرر هذه على الأرض، نأمل بالحكومة الجديدة بحكومة السيد رئيس الوزراء السوداني أن يلتفت إلى هذه الملفات وخاصة موضوع الطاقة الكهربائية، نأمل من وزير الكهرباء الجديد أيضا أن تكون له بصمة في هذا الموضوع، لأن الكهرباء هي عصب الحياة وموضوع الماء في أوروبا مرتبط ارتباط تام بالكهرباء. أنت تعلم هناك شحة الآن في معظم مناطق العراق بسبب الأنهر، مدينة كاملة تعتمد على الآبار، فبدون توفر التيار الكهربائي لا يمكن أن تكون هناك وفرة للمياه في المدينة. إذا الكهرباء هي المحرك لكل المفاصل الأخرى، محرك للزراعة، محرك للحياة بصورة مختلفة. طيب خلينا نحكي شوي عن الموضوع، الملف الأمني، الوضع الأمني شلونه بالرطبة؟ الوضع الأمني في مدينة الرطبة مستقر تماما داخل المدينة والحمد لله، لا توجد أي أحداث أمنية حتى جنائية الحمد لله، نحن مدينتنا آمنة مستقرة، تقوم القوات الأمنية بواجبها سواء قيادة الفرقة الخامسة الجيش أو الحشد الشعبي أو مديرية شرطة الرطبة أو فوج الطوارئ، كل هذه الجهات تعمل بتنسيق عالي، لكن هناك الوضع الأمني الخارجي بالنسبة للصحراء ينعكس سلبا على المدينة من حيث حركة الرعاة، حركة الثروة الحيوانية. أنت كما تعلم الصحراء الغربية هي مورد أساسي للثروة الحيوانية، وهذا يؤثر على الحياة الاقتصادية للمواطنين داخل مدينة الرطبة. التقييدات الأمنية لحركة الرعاة تؤثر سلبا على وضعنا الاقتصادي، للأسف لا زالت هناك تحركات لعصابات داعش في محيط الرطبة وفي الصحراء المنطقة الغربية بين فترة أخرى تقوم بعملية هنا أو هناك، نأمل من القوات الأمنية أن تكون لها حركة نشطة تجاه هذه العصابات وأن يتم القضاء عليها لتكون الصحراء متنفس للحياة الاقتصادية للمواطنين في مدينة الرطبة. كيف هي الآلية؟ شلون برأيك يعني يصير التعامل مع الرعاة؟ وأيضا يعني هسه بغض النظر عن يعني الاستثمار السياحي لقضاء الرطبة، احنا نعرف الرطبة أيضا تعتاش حقيقة على السياحة، هذه السياحة غائبة حاليا، مو هالشكل سيد عماد؟ لو موجودة بالتأكيد، قد لا يعلم البعض أن مدينة الرطبة يبعد عنها في أقصى الغرب بحدود 20 كيلومتر سد حوران،
اللي هو يحتوي على كميات كبيرة للماء. واليوم أنا كنت في زيارة لهذا السد، لأن عندنا خط أنبوب نافل من هذا السد إلى المدينة، نحن في المحطات الأخيرة من هذا المشروع لغرض تشغيله. وأيضا في جنوب الرطبة سد الفياضة، سد المساد اللي يبعد بحدود 18 كيلومتر. هذا السد جرى العمل به من قبل وزارة الموارد المائية قبل احتلال المدينة من عصابات داعش، والآن هناك تنسيق عالي مع الوزارة. نأمل أنه نهاية هذا العام يتم العمل لإنجازه، حيث وصلت مراحل العمل في هذا المشروع بحدود 60%، وهو واصل بطريق معبد إلى هذا المكان، وكان سابقا منتجع سياحي العفو، حيث هناك محمية للغزلان في هذه المنطقة، ممكن أن يكون مستقبلا متنفس لأبناء المحافظة والمدينة، بالإضافة إلى محيط الرطبة اللي محاط بتلول ومناطق مرتفعة تعطي طبيعة خلابة في هذه المناطق. موجودة حاليا هذه الغزلان وموجودة يعني هذه للأسف هذه المحمية دمرت من قبل وتم مصادرتها من قبل عصابات داعش. يجري العمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة لإعادة هذه المحمية في مكانها أو مكان آخر. أنا ذكرت لحضرتك أن الوضع الأمني في محيط الرطبة يلقي بظلاله على كثير من الأمور، صحيح، لتقييد حركتنا كحكومة محلية في إنجاز المشاريع أو في انفتاح المدينة. حديثنا دائما مع القوات الأمنية لضرورة انفتاحها خارج المدن لتسهيل الحركة للناس ولتبسيط حياتهم ولزيادة مصادر الرزق للمواطنين. طيب، تراسلتوا مع الجهات المعنية بالمحافظة، مع المحافظ، يعني القيادات اللي موجودة هناك على زعامة هذه المحافظة حتى تخفف من قيود القوات الأمنية الموجودة هناك على هذا الموضوع تحديدا؟ محافظ الأنبار قام بزيارات متعددة إلى قضاء الرطبة، طيب، أكثر من زيارة العام الماضي، وحصلت اجتماعات مع قيادة العمليات، ومن أثمرت من هذا الثمار هو نقل مقر قيادة الفرقة الخامسة إلى موقعها الجديد خارج المدينة، كانت في مدخل المدينة، الآن يجري العمل على خلال الأسابيع القادمة لنقلها خارج المدينة، أيضا توسعة لبعض السواتر في المحيطة بالمدينة. ونحن مستمرين بالتواصل سواء مع السيد قائد عمليات أو قائد الفرقة أو قائد القوات البرية لضرورة توسعة الطوق الأمني للمدينة لتسهيل حركة المواطنين ولتوفير فرص عمل أكثر، لأن المدينة أثر عليها غلق المنافذ الحدودية، خاصة منفذ الوليد الحدودي مغلق تماما، والحركة شبه ضعيفة بحدود 20% من بطاقة منفذ الطرابيل، وهذا أثر سلبا على الحياة اليومية للمواطنين. هناك حركة ليست بالمستوى المطلوب بالنسبة للحركة الأيدي العاملة، المشاريع الموجودة لا تفي بالغرض. ملف الرعاية الاجتماعية أيضا نأمل أنه هذا العام هناك التفاتة ووعود بزيادة الشمول ممكن أن يخدم المواطنين في المدينة. طيب، احنا هذا نتأمل إن شاء الله يا رب يكون أكو. طيب، نتكلم على الشركات، بما أنه أكو نوعا ما استقرار أمني موجود، أكو شركات حاولت تستثمر ما موجود من معادن في هذه المدينة؟ يعني وصلت لكم شركات؟ احنا نعرف أكو شركات، العفو، أكو خدمات مثلا الخامات، الحديد، الألمنيوم، الزجاج، الزيرغون، هذه موجودة عندكم بالرطبة، يعني معروف قضاء الرطبة بمثل هذه المعادن. هناك شركات عالمية حاولت تدخل في مجال الاستثمار في محاط الأنبار، غرب الأنبار، وللأسف منها من فشل، ومنها لم يحصل على التسهيلات اللازمة من قبل وزارة الصناعة، خاصة شركات الفوسفات، حيث هناك شركات عالمية بريطانية قدمت عروض مهمة لوزارة الصناعة لكنها لم تصل إلى نتيجة منذ عام قبل داعش وما بعد داعش، عيد العمل بهذا الموضوع في عام 2017 خاصة. لكن للأسف لا زال ملف الاستثمار حالة حال العراق يعاني كثيرا، ولو استثمرت المعادن في الصحراء الغربية لكان لها تأثير إيجابي كبير على المدينة. هناك إمكانية لإنشاء مصانع للسمنت حيث توجد المواد الأولية، بالإضافة إلى الفوسفات في منجم عكاشات أو غيره اللي يقع شمال الرطبة.
هذا موضوع مرتبط بالحكومه المركزيه ووزاره الصناعه وهيئه الاستثمار. طيب خليني اسالك، علاقتكم انتم كاداره قضاء مع اداره المحافظه، عندكم مشاكل؟ عندكم يعني مثلا اكو بعض الامور تتعقد في بعض الاحيان، وما هي هذه النقاط او ما هي اوجه الحلول فيها؟ تحدثت قبل قليل وذكرت ان السيد محافظ الانبار زار اكثر مره المدينه، ونحن على تواصل مستمر مع مركز المحافظه، وهناك تفاهم وتناغم كبير ما بين اداره القضاء واداره المحافظه، سواء السيد المحافظ او النواب او الجهات الفنيه في المحافظه، وهناك دعم كبير للقضاء. كما تعلم القضاء نفوسه ليس بالمستوى المطلوب، والموازنه في العراق ووزاره التخطيط تعطى على قدر عدد النفوس، لكن هناك دعم استثنائي للقضاء خارج الموازنه من خلال الموازنه الاستراتيجيه للمشاريع الاستراتيجيه. والله استاذ عماد، يمكن استاذ عماد يمكن اقطع كلامك بخير، يعني احنا نتكلم على تناغم موجود مع مركز المحافظه، وعندنا مشاريع وعندنا مشاكل داخل المدينه ما انحلت، منها الملف الامني داخل المدينه، تواجد القوات الامنيه داخل المدينه مثل ما انت تفضلت ديعيق بعض المشاريع او بعض التحركات. يعني ما راح اتحدث لك. لا لا، هي مو انا مو القصد انه احنا بالمجمل احنا همنا المواطن، وهذا التناغم يعني الاستثمار لهذا التناغم هو جيد، لكن نتمنى هذا الاستثمار وهذا التناغم ينعكس ايجابا على الواقع الخدمي داخل القضاء، يعني قضاء رتبة موجود. جيد هذا ما موجود، لولا هذا التفاهم والتناغم لا تجد مواطنين في مدينة يتحملون هذه الفترة بدون تيار كهربائي. تيار الكهربائي خارج صلاحية المحافظة بالفعل. لو كان ضمن صلاحية المحافظة كان تم حل هذا الموضوع منذ فترة طويلة. أنا عندما أتحدث وأقول هناك تفاهم وتناغم لا أتحدث عن فراغ، هذا واقع موجود لمستاه من خلال الدعم الكبير للمشاريع الموجودة. وأنا بعثت لك قسم من الفيديوهات اللي داخل موجودة المدينة سابقا تعاني منذ عهود طويلة جدا، يعني عندما بدأنا العمل في المدينة لم نجد فيها تصميم أساسي محدد. هذه واحدة من المعرقلات اللي عرقلت العمل في الخدمات بالمدينة. الحمد لله الآن هناك تصميم حديث للمدينة، هناك طرق حولية في المدينة، هناك طرق داخلية لا بأس بها في مدينة الرطبة. فهذا لم يأتي من فراغ، هذا أتى من دعم كبير من المحافظة. هناك جسور حديثة نعم في سيد المدينة. سيد عماد، هذه المجالات تم التقدم بها من خلال التعاون مع المحافظة، أما الملفات اللي يعاني منها المواطن هي من خارج صلاحيات المحافظة. أحسنت، هو أنا هذا اللي أريد أوصلها، بما أنه أكو خدمات، عندنا مشاكل مع الإدارة المحلية، أو عندنا معوقات أو مشاكل موجودة داخل المدينة هي مرتبطة بالوزارة ما مرتبطة بالمحافظة، وبالتالي التعاون مع المحافظة استثمر. إحنا نشوف الطرق اللي موجودة، وأيضا حتى رضا المواطنين على الأداء اللي موجود حقيقة، يعني أنا تواصلت مع أكثر من شخص هناك، وهذه تحسب لكم إدارة في قضاء الرطبة، يعني أكو نوعا ما رضا موجود، ولكن مشاكلهم الأساسية هم قالوا الكهرباء هي المشكلة الأساسية الأولى دي يعانون منها، والمشكلة الأساسية الأخرى هي المياه اللي دي يحاولون مثل ما أنت تفضلت. طيب على طاري ذكر الكهرباء سيد عماد، هل سيتم الاستثمار، يعني استفادة أو سيستفيد القضاء من الربط الكهربائي مع الأردن؟ أنت أشرت إلى هذه النقطة بس أنا أريد تفصيل عنها، راح يستفيد القضاء؟ بالتأكيد هو جرى تنسيق مع وزارة الكهرباء، خاصة خلال افتتاح المشروع الخط الربط الأردني بحضور رئيس الوزراء، وتم تسليم كتب رسمية من قبل المحافظة صادرة من المحافظة إلى السيد معالي وزير الكهرباء السابق، وتم البت في قسم منها. وهناك مقترحان، هو الربط كنتيجة هو يفترض أن يكون حاصل، لكن هناك توجهان، هل هو إعادة الخط القديم 132 من القائم إلى الرطبة، أم تكون هناك محطة 400 في قضاء الرطبة ثم يتم استكمال الخط باتجاه القائم. هو هذا الخياران مطروحة الآن أمام وزارة الكهرباء ويجري البحث بها. أما موضوع الربط فهو يفترض أن يكون حتمي بالنسبة لربط مدينة الرطبة بالشبكة الوطنية. أيهما أفضل من وجهة نظرك سيد عماد، يعني حتى نقرب الصورة أكثر إلى المعنيين، أيهما أفضل؟
القديم الأفضل واللي به تقليص للصرفيات ومنشاء محطة 400 في قضاء ضبط، وهذا مقترح تم تأييده من دائرة الشبكات في وزارة الكهرباء وتم رفعه للجهات المعنية، واعتقد حاليا الموضوع في دراسات التخطيط في الوزارة، حيث أنه يوفر مبالغ كبيرة لوزارة الكهرباء لأنه إعادة الخط كلفة أعلى من إنشاء محطة 400 في مدينة الرطبة. جيد جيد. طيب القضاء مرتبط أيضا بمنافذ حدودية، عندكم نوعا ما من هذا الجانب أكو فد مشكلة أكو فد شيء لو حاليا طبيعي؟ المنافذ الحدودية هي حركتها تنعكس إيجابا على المدينة، حيث حركة التسوق وتزويد هذه المنافذ بما تحتاج أو العكس أو حركة العجلات باتجاه محطات الاستراحة على الطريق السريع كلها تعود لأبناء مدينة الرطبة. لكن المنفذ الرئيسي هو اللي أثر سلبا على المدينة هو غلق منفذ الوليد الحدودي. هناك معاناة أخرى في جانب الضريبة بالإضافة إلى الكهرباء، حيث للأسف لحد الآن لم يعاد فتح دائرة الضريبة بعد أن تم فتح دائرة التنفيذ والكاتب العدل والمحكمة وكل الدوائر الأخرى البطاقة الوطنية. عدا الضريبة للأسف هناك مخاطبات مستمرة من قبل المحافظة لهذا الموضوع، لم نجد انصاف. موضوع الكهرباء والضريبة يحرجنا كثيرا أمام المواطنين، يضعنا في زوايا صعبة، لأن المواطن يعرفنا ويريد من عندنا ويطالب من عندنا، لكن هناك عدم استجابة وروتين قاتل بالنسبة للوزارات والدوائر المركزية. تصور أنا قابلت معاون مدير عام الضريبة يقول لي ما بها جدوى اقتصادية أنه فتح دائرة الضريبة في الرطبة، هل يعقل يبقى 50 إلى 60 ألف مواطن يعانون لعدم وجود قضية ربحية في دائرة مهمة في القضاء؟ هذا غير منطق. يعني أعين موظفين، أعين شباب من المدينة وأبني لهم بناية وأخليهم يشتغلون، مو شنو الجدوى؟ يعني شنو الجدوى اللي يريده؟ معاون مدير عام يقول لي لا توجد جدوى اقتصادية من فتح دائرة الضريبة وهناك خسائر على الدائرة، هل يعقل تدار الأمور بهذه الطريقة؟ طبعا لا، ماكو شيء منطق. طيب رسالتك الأخيرة إلى اللامركزية، تطمح إلى أنه تكون لامركزية حتى تتخلص من هذه الأمور لو لا؟ بالتأكيد النظام اللامركزي يخدم كثيرا في كثير من الجوانب، ولو كان هناك لم يكن هناك تقصير في الدوائر المركزية لما طالبنا بهذا الموضوع، خاصة موضوع الكهرباء وغيرها. بدليل الجانب اللامركزي نجاح موجود تجده على الأرض، لكن هناك فشل كبير من الجانب المركزي، سواء الطرق الخارجية طرق المرور السريع أو غيرها من الكهرباء أو الملفات الأخرى المركزية اللي تجد بها فشل واضح بسبب البيروقراطية والروتين وغيرها من الإجراءات، في حين القضايا اللي تحت صلاحياتنا نضع الخطط وهناك تمويل من المحافظة وتسير الأمور بصورة طبيعية. أني أشكرك هواية سيد عماد الرشاوي قائم مقام قضاء الرطبة، شكرا لك على طرحك، وشكرا أنه يعني يمكن شوية سعة صدرك حلوة، أنا عجبتني حقيقة. لكن عندي سؤال أخير، تعودنا دائما إحنا للقائم مقاميات والمدراء أو الإدارات المحلية نسألهم هذا السؤال شوية نوعا ما يعني خارج عن السياقات، نقول مدى رضا عماد الرشاوي على أدائه في إدارة قضاء الرطبة؟ وعنده مشاكل لو ما عنده مشاكل، تكلمنا على جزء المشاكل، لكن هو كم هو راضي على أدائه وبماذا يطمح؟ الحمد لله هناك رضا كبير مع نفسي في إدارة القضاء، لأني أعرف وأعلم من غيري بالتحديات اللي واجهناها في الإدارة والظروف اللي عملنا بها، سواء ظروف تنظيمات داعش الإرهابية المحيطة للمدينة. تصور أنك تعمل في مدينة والهاونات كانت تتساقط هنا هناك، وأنت تبني وتعمر، مهندس يستشهد هنا أو يخطف هناك، ظروف قاهرة وتحديات كبيرة جدا أنت عملت بها وتنجح، قدرت أن تنجح وتستقر في المدينة وأهلها وتعمر، وهناك تشاهد طرق معتبرة ومدارس جيدة جداً
قد لا تجدها في مكان آخر، هناك دوائر تم إعادتها للعمل وتفعيل عملها. طموحنا أنه تكون مدينة الرطبة بسدودها المحيطة بها توفر الاكتفاء الذاتي للمياه ومصادر تكون مهمة جديدة للمدينة تستغني بها عن مصادر أخرى، أن تكون مدينة سياحية. هناك مقومات كبيرة لمدينة الرطبة أن تكون مدينة سياحية، حيث أن الجو في الصيف يختلف عن الرمادي أو عن سامرة أو مناطق أخرى، درجات الحرارة تكون مشابهة لعمان أو دمشق. هذه الظروف ممكن أن إذا توفرت الظروف الأمنية المناسبة أن يكون هناك مكان للطيران الشراعي مثلاً أو للسياحة في بحيرة سد حوران وسد مساد. قد يستغرب البعض أنه قضاء الرطبة توجد فيه هكذا مناطق. أنا أشكرك مرة ثانية، شكراً جزيلاً للسيد عماد الرشاوي قائم مقام قضاء الرطبة، كنت ضيفي من هناك، شكراً. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسداد، وأتمنى الأهالينا في قضاء الرطبة الخير والسعادة يا رب، وتنحل جميع المشاكل. شكرا جزيلا لك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، لازلنا معاكم في بانوراما. طبعا البارحة واليوم انتشرت مقاطع فيديوية شوية نوعا ما صارت بها مشاكل وردة فعل من الجهات المعنية، سرعان ما يتم نشر شيء حتى الجهات المعنية تتدخل وترد، وخاصة الوزراء. وهذا شيء طبعا هذه ظاهرة كلش حلوة حقيقة، سواء كانت إيجابية أو سلبية، تدخلهم بالوقت المناسب، وهذا الأمر دا يفرحنا شخصيا، وده يقول انه يابا ترى احنا عندنا حكومه تابع وعندهم فرق مختصه، هذه الفرق بالتدقيق والمتابعه وكشف، وكلش حلوه. يعني انا دا اشوف هذه التفاصيل بشكل رهيب جدا، ولذلك احنا صرنا صراحه منخاف. يعني لما ننشر مقطع بجزء من المخالفات القانونيه سرعان ما يتم تدارك الامر. يعني قبل كنا ندز لشخصيات ومعنيين وأصدقاء داخل الوزارات، الآن فقط نشرة على مواقع التواصل الاجتماعي راح تشوف مباشرة يتم التداول واتخاذ القرارات. أول هذه المنشورات هو ما نشر يوم أمس في مسألة قضية المدرس. خلينا نشوفها هنا زميلي، خلي طلعنا إياها. احنا كنا نعرف قبل فترة وزارة التربية ارتأت في مسألة المعاهد التقويمية والتدريبية وما شابه ذلك، قالوا عنها أنه أكو بعض المعاهد تم إلقاء القبض أو إغلاق هذه المعاهد بسبب مخالفتها للشروط القانونية بدون أي شروط، وفعلا صارت أكو بها بعض التفاصيل غير مناسبة. ولما تم إغلاق هذه المعاهد بقت بعض المعاهد موجودة، لكن لما يكون أكو اعتداء من الكادر التدريسي على الطالب، إحنا كنا ننبذ، ودائما إحنا أخذنا في بانوراما عدد من الحلقات تكلمنا عن مسألة التعدي اللي دا يصير على الكوادر التدريسية، وقلنا هذا شيء حرام وما يصير، مخالف للقانون، مخالف للأعراف، ملائق بولي أمر طالب يهد على مدرس أو يهد على مدرسة، أو صارت عندنا الحادثة اللي قبل فترة ما أعرف شنو صار وراها، مسألة ولية أمر طالبة اعتدت على المديرة وغلطت وتجاوزت وصار أكو أمر القبض عليها، وما نعرف حاليا شنو اللي صار بالضبط. لكن لما يكون مدرس يسمي نفسه، أنا هنا راح أشيل كلمة المدرس، المدرس إنسان تربوي، التربوي هو يربي الأجيال، يعلم الأجيال التربية والنشأة الصحيحة، وأولادنا وبناتنا اللي موجودين بالمدارس من الصبح للظهر أو من الظهر للعصر هم أمانة عندكم، يعني أنتم مسؤولين عليه حتى تربوهم تربية صحيحة بالتعليم وبالأخلاق وبالأدب وبالفهم. هذا الموضوع لما ينعكس سلبا ويتجاوز السيد مسمي نفسه مدرس، لأنه من يتجاوز أخلاقيا على الطالب من دون أي سبب لا يعتبر مدرس. كلمة المدرس أو التربوي كلمة مقدسة وما يستحقها الإنسان اللي يتجاوز. لما بهذه الصورة في أحد المدارس، طلع ليها زميلي هنا مصطفى، لما أحد المدرسين أو المعلمين يتجاوز على أخلاق الطالبات ويسب ويشتم ويطرد ويصيح بأسلوب سوقي حشاكم، هذا ما يستحق أنه يبقى بالعملية التربوية ولا يستحق أن يبقى ثانية. فوزير التربية رجل مشكورا تدخل شخصيا، قال خلال 48 ساعة فقط يومين أريد نتائج التحقيق مع حسين الهاشمي، مع حسين الهاشمي مدرس، اعطيني صورة زميل المخرج، المدرس اللي اعتدى على الطالبات، راح نشوف هذا الفيديو طبعا بألفاظ غير لائقة، ألفاظ حشاكم ما تستحق أنه تطلع.
ولكن أغلبيتنا شافوا هذا الفيديو، الأغلبية شافوا هذا الفيديو، وكيف يتجاوز مسمي نفسه مدرس؟ كيف يتجاوز؟ هذه الله عليكم هي أخلاق مدرس تربوي؟ زين ما فكرت بهذول البنات اللي موجودات؟ إحنا دنحاول في هذا الزمن صراع مع الطلبة حتى يصير لهم مزاج يطبون دورات أو يدخلون مدارس. أنت تجي تتجاوز عليهم لفظياً بهذا المنطق، إيش راح تبقي أنت لعد؟ شلون راح ربي الأجيال؟ شلون راح يكون أكو محبة أو حب للتعليم ومثلك وأمثالك يتجاوزون على طلبة؟ شلون ترهم يعني؟ خلينا نشوف الفيديو بالله، خلينا نشوفه. رسل سرم الطالب عادية يعني ان شاء الله جميع 70 تبنت العامو ان شاء الله 70 جميع بكر اثنين عايشة عدي وين ليش ما نمتحن امتحان قصة الرابع الاخير والخامس انت قاشمر انت قاشمر تعالي طيني الورقة هاي طيني هاي الورقة يلا طلع طلعي حسان هاي استدعاء اول يوم وما تطبل فصل السادس كله تجي على السابع كيف ليش استرجع الكولجات البقيه كيفي كيفي تعال طلع هاي تجي على الفصل السابع عايشه عودة يا حسان ما تطبلي فصل السادس تجي على الفصل السابع ولا تريدين تسحبي فلوسي شي باقي وروح يلا اخر وحده حبابة حلو على 49/50 بس هم راح أرزل وأطرد غسق منير وين أنت طايحة تحط أنت طايحة تحط طبعا أنا أعتذر على الألفاظ لكن ضروري تطلع هذه الألفاظ حتى يعرف خطأه ويعرف أولياء الأمور شنو دي يصير بهذه المعاهد هذه النقطة الأساسية صح هي ما تنطبق على الكل لكن هذه الظاهرة موجودة لما باكر تكون ردة فعل من طالب أو طالبة على مدرس الكل راح تجي تصفق وتهلهل وتدق لها طبل بنية ما متربية تتجاوز على التعليم وتتجاوز على كذا وتتجاوز على كذا وكذا وكذا وإحنا كنا نحكي وأنا واحد من الناس أي اعتداء من الطالب على الكوادر التدريسية ما نقبل لأن هذا شيء حرام وممنوع إحنا قلنا لكن بهذا الأسلوب أنت راح تفتح مجال للاعتداء على بقية الكوادر التدريسية ومنو راح يتحمل مسؤوليتها باكر منو راح يشوه سمعة التعليم بالعراق غيرك أنت وأمثالك ولذلك وزير التربية راد بلجنة تحقيقية حتى تحقق مع هذا الشخص ليش هذا الاعتداء اللفظي وهذه صورته موجودة خليطوني إياها زميل المخرج طلع لنا صورة شنو اللي صار ويا الأستاذ حسين والما تم تداوله على الجروبات هيك بهالعباره يقولوا لك كلك خلق مدرس وبفلوسك تدرس الطلاب ايش كبرها هذه الحكايه ايش كبرها لما تقلل من قيمتك امام الناس وطبعا هذا التصوير هو مصيده اعطني اياها مصطفى اذا الصوره موجوده فهذه مصيده لك شوف رب العالمين ما يضرب بعصه لما انت الله اعلم إيش قد مأذي الطالبات والطلاب خلال فترة تدريسك إلهم اللي وصلت بيهم الحال يصوروك ويدزوك أو ينشروه إيش قد مأذي الطلاب أنت لعد يعني أنت مقتنع هذه أخلاق تربوي وهل يليق باسم العراق تربية العراق وتربويو العراق يليق بيهم هذا التصرف وهذا السلوك بدون أي مبرر مهما صار وش ما قالوا وش ما حكوا أنت ممكن تقول طلباتنا طالباتنا العفو درجاتكم مو زينة وروحوا الله وياكم جيبوا أولياء أموركم جيبوا كذا حتى أنا أتابع بس مو هذا تجاوز اللفظي يا أخي يا عزيزي أنت ترى ما يصير وهذا شيء خطأ كبير أنت ارتكبته بحق التعليم وهاي اللي أقدر أقولها موضوع الثاني على السريع أشير إلى قبل أختم الحلقة اللي هو موضوع الضابط من قضاء المدينة بالبصرة
اليوم ضابط قدم استقالته، موجود يمكن عندنا اذا لحق نشوفه مصطفى الفيديو، انطيني اياه على السريع. الحقوق محمد ناصر راشد السعدون مدير قسم شرطة المدينة، وبتاريخ 17/5/2023 احتراما لشيوخ عشائر البصرة الأصلاء وزملائي من الضباط والمراتب والأبطال وكل الغيارة من أهل البصرة، أتقدم إلى معالي وزير الداخلية المحترم بطلب إعفائي من منصب مدير قسم شرطة المدينة، وذلك بسبب التجاوز الذي حصل على شيوخ وعشائر البصرة بتاريخ 13/5/23 من قبل قائد الشرطة، ولعدم استطاعتي في مواصلة العمل مع قائد شرطة لا يحترم أهل البصرة. طبعا هذا الجزء من الفيديو اللي انتشر، سرعان ما وزير الداخلية اتخذ موقف، احنا حكينا على هذا الموضوع، وقال تشكيل لجنة تحقيقية مع الضابط اللي تجاوز السياقات العسكرية. هسه احنا بغض النظر عن المشكلة اللي صارت، هو دا يقول اكو مشكلة صايرة بينه وبين قائد شرطة البصرة بسبب تجاوز قائد شرطة، كما يقول يعني تجاوز اللي صار على شيوخ العشائر. انا ما اعرف من الطرف اللي متجاوز على شيوخ العشائر بالبصرة، وبالتالي رجل هو قدم استقالته بهذه الطريقة. هذه الطريقة رفضتها وزارة الداخلية، وسرعان ما تم يعني اتخاذ موقف تشكيل لجنة حقيقية مع الضابط حتى يعرفون ليش خالف السياقات القانونية والعسكرية بهذا الأسلوب. على فالطريقة أكو فالطريقة أخرى، لكن هذا اللي حبيت أشير إلى بحلقة هذا اليوم بانوراما. نشوفكم إن شاء الله باكر في أمان الله.